في 18/7/2018 متعلقه بتسهيل اقل فلاح والمرسوم التنفيذي. في هذه العمليه الدوليه هذه العمليه انقسمت على مرحلتين. المرحله الاولى جات تعليم الميزانيه ل 750 وين طلبت من كان الديوان الامانه العامه تاع اللجنه تاعها من اجل عمليه الاحصاء نتاع المستفيدين المستغلين الاراضي التابعه للاملاك الخاصه للدوله بدون سندات الى غايه 25 ديسمبر 2022. توقفت العمليه او ابتداء من 2 جانفي 2023 تحولت العمليه الى مديريه المصالح الفلاحيه باعتبارها الامانه العامه، وين كلفتنا الوزاره بتسليم هذه الملفات الى مديريه المصالح الفلاحيه من اجل معالجتها في المرسوم التنفيذي اللي صدر مؤخرا اللي هو 431/432 واللي ينص على المطابقه. يعني هناك ملفات اخرى توضع على مستوى مديريه المصالح الفلاحيه لاتمام الملفات اللي كانت عندنا وتعيين لجنه دارسها المرسوم التنفيذي من اجل انطلاق عمليه الاحصاء في اطار تطبيق الماده 22/29/10/3 المرسوم التنفيذي اس 326 التعليمه الميزانيه 750 التعليمه الميزانيه 809 هذو كلهم تعليمات يهضروا على المستفيدين مخلينا بواجباتها. يعني هناك اربع شروط تنص على تحويل الوجهه تحويل على اخلال المستفيد بالتزاماته، وهي تحويل الوجهه الفلاحيه للاراضي او الاملاك السطحيه، عدم استغلال الاراضي والاملاك السطحيه خلال فتره سنه واحده، التاجيل من الباطل الاراضي والاملاك السطحيه، عدم دفع الاتاوى بعد سنتين متتاليتين. هذا الاخلال الاخير سيدي الوالي، عدم دفع الاتاوى بعد سنتين متتاليتين، كتكلم عليها السيد مدير المصالح الفلاحيه. تلقينا مؤخرا تعليما عن السيد الوزير الفلاحه والتنميه الريفيه لميسون طروا المؤرخه في 25 نوفمبر 2023 وينص على تاجيل دفع الاتاوى لمده 3 سنوات دون تسبيق 10%. كنت انا في جلسه مدير الاملاك الدوله باش نبداو نطبقوا هذا التعليم.